حكيت لكم الحلقة اللي فاتت عن قوة ضابط المخابرات الأمريكي وإزاي قدر ينهي الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء وده بقدرته على اصطياد الجواسيس. طيب هل ده معناه إن المخابرات الأمريكية ملهاش كبير يعني؟ رحبوا معايا بواحدة من أعظم جواسيس التاريخ، رغم إن عمرها وقت تنفيذ العملية كان أقل من 30 سنة، إلا إنها قدرت توقع مدير المخابرات الأمريكية. ورغم عظمة اللي عملته واللي كان بالنسبة لأمريكا كارثة طبعاً، إلا إن أمريكا ما حكمتش عليها غير بخمس سنين بس، وبعد مدة الحبس وخروجها ما حدش عارف عنها حاجة. إيه اللي حصل وبيحصل؟ أنا أحمد سعيد وده اللي هنعرفه النهاردة في حلقة جديدة من المواطن سعيد. سنة 1958 كان في بنت اسمها أرمجارد شميدت جندتها مخابرات ألمانيا الشرقية. خد بالك ألمانيا كانت منقسمة لشرقية وغربية بعد الحرب العالمية الثانية. ألمانيا الشرقية كانت بتسيطر عليها المخابرات السوفيتية، وألمانيا الغربية كانت بتسيطر عليها أجهزة مخابرات دول الحلفاء زي أمريكا وبريطانيا وفرنسا. المهم بداية سنة 1958 اتكلفت أرمجارد بأنها تسافر من برلين لموسكو. خير يا جماعة؟ قالوا لا أبدا، حاجة بسيطة كده، هنجهزك بس علشان تخترق المخابرات الأمريكية في ألمانيا الغربية. والحقيقة هي ما اندهشتش زينا دلوقتي كده. ليه؟ لسبب مهم جدا، ان اي عميل مخابرات بيتعلم مبدا مهم جدا، وهو ان تحديد قوه خصمك او ضعفه بيتحدد بناء على قدراتك انت، وبالتالي طول ما انت موهوب ومتدرب كويس فخصمك اضعف منك حتى ولو كنت بتتعامل مع اقوى جهاز مخابرات في العالم. وبالتالي كان رد فعلها انه تمام يلا بينا. تقول لي لحظه واحده بس، يلا بينا فين؟ المخابرات الامريكيه اقوى جهاز مخابرات في العالم، هتخترقه ازاي؟ اقول لك وانت مستعجل ليه؟ مش يمكن ما تعرفش تخترقه وتطلع انت صح؟ خليك معايا. سافرت أرمجارد على موسكو وبدأت دورة تدريبية هناك في مدرسة من مدارس المخابرات السوفيتية لمدة 3 شهور. درست فيها كل ما يتعلق مش بس بالجيش والمخابرات الأمريكية، لكن الأهم إنها درست الشعب الأمريكي نفسه باختلاف طباعه ولهجاته وأصوله. فمثلا المواطن الأمريكي اللي عايش في غرب أمريكا غير اللي عايش في الجنوب مع المزارعين، غير اللي عايش في الشمال اللي طباعهم وعاداتهم أقرب للشعوب الأوروبية، وكلهم غير المواطن الأمريكي اللي عايش في الشرق زي نيويورك مثلا وهكذا. طيب تفيد ايه لما تدرس الكلام ده؟ هتسهل عليها فهم طبيعة شخصية اي مواطن امريكي تقابله. وزي ما عندنا في مصر مفتاح قلب الراجل معدته، في امريكا مفتاح قلب الراجل ايه؟ مفيش مفتاح محدد، لان زي ما قلنا هم نفسهم مختلفين، وبالتالي كل واحد فيهم ليه مفتاح مختلف، وهو ده اللي المخابرات السوفيتية دربتها عليه، انها تقدر تسيطر على اي ضابط مخابرات امريكي مهما اختلفت اصوله او شخصيته. لكن اللي اهم من كل اللي فات انها درست مناطق تمركز القوات الامريكية وتسليحها وقادة الافرع، درست كل حاجة. المهم خلصت أرمجارد التدريب ورجعت تاني لألمانيا الشرقية في انتظار التعليمات. هتيجي امتى التعليمات؟ محدش يعرف. طيب ليه أرمجارد ما سألتش؟ حتى لو سألت محدش هيقول لها. ليه؟ لأن في المخابرات المعرفة على قدر الحاجة، في المخابرات انت بتنفذ التعليمات وبس. امال بتستخدم موهبتك وذكائك ومهاراتك في ايه؟ في تنفيذ المهام اللي اتكلفت بيها، انما المعلومات ما تخصكش. وده يرجعنا الاول الحلقة لما قلت لك انهم قالوا لها جهزي نفسك لاختراق المخابرات الأمريكية. طبعا محدش قال لها كده، كل اللي اتقال لها انك هتسافري موسكو التدريب، وهي نفسها ما سالتش هتتدرب على ايه ولا ليه. طيب انا ليه قلت لك كده في بدايه الحلقه؟ علشان اصححها لك دلوقتي فتبقى المعلومه عدت عليك مرتين فما تنساهاش. المعلومه على قدر الحاجه، خليك فاكر. المهم في يوم بعد ما وصلت برلين جالها تليفون، جهزي نفسك علشان هتروح النهارده على العنوان ده. عنوان مين؟ عنوان ارنست ويلبر. مين الراجل ده؟ ده رئيس شعبة الخدمة السرية في مخابرات ألمانيا الشرقية. خد بالك احنا هنا مش بنتكلم عن رئيس سجل مدني، مع كامل احترامنا طبعا للجميع، لكن احنا بنتكلم عن قيادة عسكرية استخباراتية في توقيت من اكتر التوقيتات رعبا في تاريخ البشرية، الحرب العالمية الثانية. الراجل ده حتى قبل ما يتولى رئاسة شعبة الخدمة السرية في مخابرات ألمانيا الشرقية كان واحد من اكتر الناس اللي سببوا صداع لهتلر، لانه كان واحد من اهم عناصر المقاومة السرية ضد النازية. يعني في الوقت اللي كانت فيه دول العالم مرعوبة من هتلر، كان ارنست ويلبر بيفجر سفن وقطارات حربية للجيش الالماني، حد خطير جدا ما بيهزرش. بمجرد ما انتهت الحرب العالمية كافئوه وعينوه رئيس لشعبة الخدمة السرية في مخابرات المانيا الشرقية. طبعا أرمجارد اول ما سمعت اسمه وعرفت انها هتقابله اترعبت. لا شوف، جاسوسة ومدربة على اعلى مستوى ومختارينها علشان تخترق المخابرات الامريكية، ومع ذلك اول ما سمعت اسمه اتهزت. المهم راحت في الميعاد استقبلها ارنست ويلبر، لكن كانت المفاجأة انه عاملها احسن معاملة، وده كان
تفسيره الوحيد بالنسبة لها ان المهمة اللي هيتم تكليفها بيها غالبا خلف خطوط العدو. المهم اتعشوا مع بعض وقال لها جملة واحدة: المهمة اللي هيتم تكليفك بيها خطيرة جدا ومحتاجة لثبات اعصاب، لكن انا متأكد انك هتنفذيها على اكمل وجه. وطلب منها تروح له مكتبه تاني يوم الصبح. تاني يوم فعلا وصلت عند مبنى المخابرات قبل ميعادها بنص ساعة، وده كان وقت كافي جدا علشان تلف محيط المبنى شوية وتتأكد ان مفيش حد بيراقبها، ما ينفعش حد يشوفها وهي داخل الجهاز. وهنا تفصيلة مهمة: كونك جاسوس مش معناه انك تزور جهاز المخابرات اللي بتتعامل معاه من وقت للتاني. في جواسيس بيتعاملوا مع اجهزة مخابرات وعمرهم ما دخلوها، التعليمات بتوصلهم في اماكن تواجدهم، وبالتالي معنى ان ارميجارد يطلب منها تروح الجهاز قبل تنفيذ عملية مهمة زي دي معناه ان في ناس هتقابلهم ما ينفعش تقابلهم بره الجهاز، وهتعرف معلومات ما ينفعش تخرج بره الجهاز، وهتتكلف بمهمة ما ينفعش تتناقش بره الجهاز. المهم دخلت المبنى، وصلت للإدارة الثانية الغرفة 209، لقيت مين مستنيها؟ الرفيق إريك ميلك النائب الاول لرئيس شعبة الخدمة السرية، الرفيق هيرمن داتس رئيس الادارة الرابعة بجهاز الاستخبارات، الرفيق هوجو باور رئيس ادارة الجاسوسية المضادة، غالبا كان فاضل لهم جزء عساكر واعلان الحرب. والمستوى ده من القيادات خصوصا في اجهزة الاستخبارات مش بيجتمع علشان يناقش معلومات، لكن بيجتمع علشان يرسم خطط ويدي تعليمات. بعد شوية وقت من بداية الاجتماع ارميجارد عرفت ان المطلوب منها هو اختراق جهاز المخابرات الامريكية في برلين الغربية. وهنا نقطة مهمة: المانيا في الوقت ده كان فيها بشكل رسمي 4 اجهزة مخابرات، الأمريكية والبريطانية والفرنسية والسوفيتية، لكن بشكل غير رسمي أجهزة تانية كتير يهمها تعرف إيه اللي بيحصل هناك. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن جهاز المخابرات الأمريكية اللي أرميجارد مكلفة باختراقه ممكن أصلا يكون فيه عملاء مزدوجين لأكتر من جهاز. وتعالى فكرك بسنة 1961 لما اكتشفوا موظف في الاستخبارات الألمانية اسمه هاينز فيلفي بيشتغل جاسوس مزدوج لسبع أجهزة مخابرات، فلك أن تتخيل جهاز استخبارات واحد كان مخترق من جاسوس واحد لصالح سبع أجهزة مخابرات مختلفة. يعني أرميجارد شميدت مش بس هتبقى تحت عيون ضباط المخابرات الأمريكية، لكن تحت عيون جميع جواسيس أجهزة المخابرات في ألمانيا الغربية كلها. وهنا أرميجارد سألت سؤال بديهي: طب تضحي بيه ولا يا معلم؟ ما تخافش. لا خاف. ما تخافش. بقول لك أخاف. خوف أرميجارد كان منطقي، وهو إنها قديمة في مجال الاستخبارات، وده معناه إن أي جهاز من أجهزة استخبارات دول الحلفاء أكيد يعرفوا عنها ولو معلومة واحدة، وبالتالي سهل جدا تقع. لكن رد القيادات كان صادم، قالوا لها: ومين قالك انك هتكذبي عليهم؟ انت هتروحي لهم تقولي لهم انا أرميجارد شميدت وبشتغل في مخابرات المانيا الشرقيه، وتقولي لهم كمان كل المعلومات اللي تعرفيها. باختصار انت هتبقي عميله مزدوجه، وهتقولي لهم انك هربتي وعاوزاهم يحموكي مننا، وهم هيعملوا كده علشان ياخدوا المعلومات اللي عندك. لكن دورك الحقيقي هيكون في قدرتك على اقناعهم بكل ده، وقدرتك في انك تكسبي ثقتهم، ولو ده حصل تبقى المهمه نجحت. وخد بالك هنا ان مهمه أرميجارد ورغم خطورتها الا ان هدفها كان الحصول من جهاز المخابرات الأمريكية على أي معلومات، أي معلومات تقدر عليها، بمعنى إن مجرد اختراقها للجهاز ده في حد ذاته انتصار كبير حتى ولو كان مستوى المعلومات ضعيف. لكن هنشوف دلوقتي أرميجارد هتقدر تعمل إيه. وهنا حد ممكن يسأل سؤال مهم: أمريكا وروسيا في الوقت ده كانوا حلفاء، إيه اللي يخليهم يخترقوا أجهزة مخابرات بعض، خصوصا وإن ده ممكن يهدد بقطع العلاقات بين البلدين أو حرب جديدة، خصوصا وإن الوضع أصلا وقتها كان مشحون عسكريا؟ أقول لك، ورغم إني شرحت لك كتير قبل كده بإن العلاقات بين الدول مبنية على صالح، وان مهما كانت علاقتك بغيرك من الدول قوية، الا ان التجسس عمل روتيني ومهم تجاه كل الدول، لان ببساطة ممكن حليفك النهاردة يبقى عدوك بكرة، وبالتالي لازم تبقى عارف عنه كل حاجة. الا ان السبب في حكايتنا النهاردة كان مختلف تماما. فاكرين ارنست ويلبر رئيس شعبة الخدمة السرية اللي كلف أرميجارد شميدت بالمهمة اصلا؟ زوجته كانت بتزور النرويج قبل المهمة بكام سنة، ولما المخابرات الامريكية عرفت انها في النرويج قابلتها وحاولت تبتزها علشان تعرف منها اي معلومات عن جوزها اللي هو مين؟ إرنست ويلبر. لكن ده ضايقه جدا، ومن وقتها قرر انه لازم يرد على اللي حصل ده، وقد كان. المهم جه وقت التنفيذ، خلاص عدت أرميجارد سور برلين، وفي يوم جمعه من شهر يناير سنه 1958 وصلت جهاز المخابرات الامريكيه في برلين الغربيه. شعر اصفر على فستان ازرق مجسم وجزمه كعب عالي وبرفيوم محترم وشويه كحل مبهدلين بسبب الدموع. قابلها واحد من الحرس: خير يا فندم؟ قالت له: عاوزه اقابل حد من المسؤولين في المبنى. الحرس اللي واقف عجبته أرميجارد جدا لدرجة انه اتلخبط في الكلام وهو بيرد عليها، فهي استغلت ده ولحقته قبل ما يتكلم. قالت له: عندي معلومات مهمة جدا لازم ابلغها للمسؤولين دلوقتي. لكن الحارس عنده تعليمات ما يقدرش يتخطاها، من بينها مثلا ان الساعة 11 بالليل وده مش وقت لاستقبال حد في الجهاز. فسألها وقال لها: طيب ايه المعلومات اللي عاوزة تبلغيها؟ فابتسمت كأنها بتتريق عليه وردت على سؤاله بسؤال: انت مسموح لك تعرف النوع ده من المعلومات؟ هنا الحارس عرف انه مش بس سأل سؤال غلط، لكن الاهم انه عرف انها مش بتبادله نفس الاعجاب. انا كنت عارف ان نوع على فكرة.
الحارس ارتبك وقال لها طيب استني هنا لحد ما اكلم الضابط المسؤول. اسمك ايه؟ قالت له ارمجارد. ارمجارد شمدت. اصعب لحظه على اي جاسوس هي اللحظه اللي بيقابل فيها عدوه، لانها اللحظه اللي بيتحدد فيها اذا كان انكشف ولا خط اول سلمه، ودي اللحظه اللي كانت بتعيشها ارمجارد شمدت. ارمجارد مش بس دخلت مبنى المخابرات الامريكيه، لكن الاخطر انها قالت اسمها. الكارت اتحرق، فاما انك تستخدم ناره كشعله تنور طريقك او ان النار دي تحرقك فتموت. وقتها قابلها ضابط برتبه ملازم اول اسمه فريسبي. هكتب لك الاسماء هنا علشان ما تتوهش مني. الملازم فريسبي تقريبا هو اللي كان سهران وقاعد بيالف شويه ورق لحد ما جاله تليفون من حارس المبنى بيقول له في واحده عاوزه تبلغ عن معلومات مهمه. خد بالك انه في الوقت ده وبعد الحرب العالميه ما خلصت، الناس في المانيا كانت حالتهم صعبه جدا، ظروفهم المعيشيه يعني، والبلد كلها اجهزه مخابرات والمعلومه بفلوس، فكان طبيعي جدا تشوف ناس كتير بتروح اجهزه المخابرات دي واللي من بينهم طبعا المخابرات الامريكيه علشان يقدموا معلومات بمقابل مادي. البلد كانت حالتها صعبه فعلا سواء امنيا او معيشيا، فالملازم فريسبي حس انها ممكن تكون واحده من اللي جايين يقدموا معلومات علشان عاوزين فلوس، فالموضوع بالنسبه له كان روتيني جدا. حتى لما قابلها اتكلم معاها ببرود اللي هو ايوه يا فندم خير، تحسه مدام عفاف اللي في الرابعه، لدرجه ان ارمجارد شميت قالت له طيب مش هتسمح لي اقعد الاول؟ هنا حس انه غلط في حقها كانثى قبل ما يكون غلط في حق شغله. خد بالك ده شاب صغير لسه ملازم اول، فاعتذر لها ودخلها غرفه منفصله وقعدها على كرسي وكرر نفس السؤال. قالوا لي ان عندك معلومات مهمه، اتفضل انا سامعك. هنا ارمجارد حس انها بتضيع وقت، خصوصا وان فريسبي ضابط صغير، يعني لو قالت له المعلومات اللي عندها واللي طبعا معلومات خطيره جدا اكيد مش هو اللي هياخد فيها قرار، ولسه هيعرضها على رؤسائه وبعدين رؤسائه يرجعوا يستجوبوها من جديد، وفيلم طويل خصوصا وان قصتها مبنيه على الصعبانيات، يعني لازم تمثل عليهم انها هربانه ومهدده من مخابرات المانيا الشرقيه علشان يتعاطفوا معاها، وبالتالي ده هيتطلب منها عياط ونهنها، ولو تطلب الامر يغمى عليها مثلا وسط الاستجواب، وهي مش عاوزه تعمل الفيلم ده غير مره واحده. فقالت له ايه بقى؟ قالت له سيدي الملازم لا اقصد التقليل من شانك، لكن قصتي تحمل تفاصيل بالغه الاهميه، اريد سردها مره واحده، اللي هو بالبلدي كده بابا فين يا حبيبي. فتخيل ان فريسبي اللي كان بيكلمها ببرود وحاسس ان الموضوع اصلا ملوش لازمه لقاها بتقول له انت اقل من المعلومات اللي هقولها. ارتبك والاكتر من 10 ثواني ما قدرش يجمع رد، وهي طبعا لحظه ده، فلحقته قبل ما يرد وقالت له انا عندي معلومات تخص مخابرات المانيا الشرقيه. في الوقت ده وبعد تقسيم المانيا شرقيه وغربيه بقى الاتحاد السوفيتي بالنسبه لدول الغرب امريكا وبريطانيا وفرنسا هو الخصم، وبالتالي ان حد يجي لك يعرض عليك معلومات مهمه عن مخابرات المانيا الشرقيه فده كنز. تقول لي طيب وهو عارف منين ان هي مهمه اذا كان في ناس كتير بتقدم معلومات تعبانه مقابل الفلوس؟ اقول لك ان هيئه وشكل ارمجارد ما كانتش زي باقي الناس اللي محتاجين فلوس، دي واحده داخله المخابرات الامريكيه في كامل شياكتها بتعيط ومنهارة علشان تنقل معلومات مهمة عن مخابرات ألمانيا الشرقية، وبالتالي احتمالية أهمية المعلومات كبيرة، إضافة إلى أن خبرة فريسبي بسيطة مقارنة بجاسوسة قديمة زي أرمجارد، وبالتالي سيطرتها وتأثيرها عليه كان سهل جدا، وفعلا قال لها خليكي هنا دقايق وهرجع لك. بمجرد ما قال لها كده ارمجارد عرفت انها كسبت الجوله الاولى، اول عنصر في المخابرات الامريكيه صدقها وتجاوب مع رغبتها وراح يبلغ رؤسائه، ورغم فرحتها اللي ما كانش ينفع تظهرها لان ممكن يكون في حد بيراقبها من خارج الغرفه اللي قاعده فيها، الا انها كانت لسه خايفه من رؤسائه اللي هيجوا لها كمان شويه، واكيد خبرتهم اكبر بكتير من فريسبي، وهنا ادركت ان اللي جاي اتقل من اللي فات. ما عداش 15 دقيقه وكان داخل الغرفه النقيب ادوارد رورك، بص لها من فوق لتحت لكن ملامحه ما اتغيرتش كانه ما شافش حد، رغم انها تعمدت تقعد على الكرسي بشكل يلفت انتباه اي راجل، فعرفت على طول انه من سكان شمال امريكا، اصوله قريبه من الاوروبيين، مستوى تعليمه اعلى من باقي سكان امريكا، وطول الوقت حس ان مفيش حد احسن منه. لكن اللافت انه لما دخل الغرفه اللي كانوا موجودين فيها خد جنب بعيد عن الباب كان في حد هيدخل بعده، وفعلا دخل بعده الرائد ويليام سكاربورو مبتسم ما رفعش عينه من عليها، مد ايده يسلم عليها، فعرفت على طول انه من ابناء الجنوب اللي بيضم المزارعين، خصوصا وانه بدا كلامه معاها عن فصل الربيع في برلين والورد الجميل اللي بيفتح قبل ميعاده. اما الملازم فريسبي فواقف في زاويه الغرفه يراقب ويسمع عمليه الاستجواب اللي هتبدا. الراجل عايز يتعلم، تمام كلنا تعرفنا على بعض نبدا شغل. الرائد سكاربورو سالها قالوا لي ان عندك معلومات مهمه. خير؟ مش انا اللي كحيت، دي ارمجارد. عدلت نفسها على الكرسي وكحت كحيتين قصيرين وقالت له بصوت حنين جدا سامحني لان لغتي الانجليزيه ضعيفه، واسمح لي اتكلم شويه انجليزي وشويه الماني علشان اوضح كل اللي عاوز اقوله. قال لها ما تشيليش هم، الملازم فريسبي بيتكلم الماني زي الالمان بالظبط. في اللحظه دي خدت بالها ان النقيب ادوارد سحب كرسي وقعد في اخر الغرفه، فعرفت انه قاعد على مسافه بعيده منها علشان يقدر يراقب انفعالاتها وحركات جسمها بالكامل وهي بتحكي، وده جزء مهم من تقييم الروايه اللي بيحكيها الشخص اللي قدامك اللي هو بالبلدي كده
كده بتبعد علشان تشوف الصورة كاملة، ودي بالمناسبة تفصيلة مهمة جدا تستاهل اننا نشرحها في حلقة منفصلة، خصوصا وانها مرتبطة بمهارة وسرية نقل المعلومات. يعني بدل ما تنقل قصة كاملة اي حد يقدر يفهمها وبالتالي يكشفها، فانت ممكن تنقل مجموعة قصص في كل واحدة منهم معلومة، الطرف الثاني بيجمع المعلومات دي من القصص كلها علشان يفهم رسالتك. وبالتالي النقيب ادوارد كان عايز يجمع التفاصيل كلها علشان يقدر يقيم أرمجارد. المهم نتكلم في التفصيلة دي بعدين. بدأت أرمجارد تحكي، فقالت إنها جاية من ألمانيا الشرقية. خد بالك كل ده ما يعرفوش هي جاية منين، خصوصا وإن المفروض علشان تعدي السور بين ألمانيا الشرقية والغربية في إجراءات أمنية مشددة جدا، وفي قائمة بتروح لأجهزة المخابرات بالناس اللي بتعدي السور يوميا. وبما إن اسمها مش في القائمة دي فده معناه إنها عدت السور تهريب. فالتلاتة سألوها مين اللي عداكي، ومعنى السؤال هنا إن مين الجهة اللي عندها القدرة إنها تتخطى الحواجز الأمنية وتعديكي تهريب. فردت بسرعة وقالت أنتوا عارفين كويس إن اللي عايز يعدي سور مش هيغلب، خصوصا وان في طرق كتير مش طريقه واحده. هنا الرائد سكاربورو حس ان سؤالهم ليها دخلها في قصه تانية بعيده عن المعلومات اللي المفروض هتقولها، فابتسم لها وقال لها كملي. اتنهدت وغمضت عينيها ودمعت وقالت انا بكره الروس جدا وعايز انتقم منهم بسبب اللي عملوه فيا وفي اهلي. خلصت الجمله من هنا وهاتك يا عياط من هنا. هوب الرائد سكاربورو طلع منديل تمسح دموعها وبعدها طلع سيجاره اداها لها. بسرعه الملازم فريسبي جه ولعها لها. بصت على النقيب ادوارد لقاته قاعد على الكرسي كانه تمثال، صوابع ايده ما تهزتش حتى، فعرفت ان الخوف منه هو مش من اي حد تاني. فكان الحل الوحيد انها تدور على حاجه اخطر من موضوع اهلها، خصوصا وان مش اهلها بس اللي تعرضوا للعنف في الحرب العالميه الثانيه، ملايين البشر تعرضوا للعنف. وبالتالي الموضوع ما كانش مؤثر قوي. فقالت لهم بصوا انا هحكي لكم على كل حاجه، انا البوي فريند بتاعي حبيبها يعني شيوعي. في الوقت ده فتره الخمسينيات امريكا كانت ممكن تتفاهم معاك في اي حاجه الا الشيوعيه، لدرجه ان مكتب التحقيقات الفيدرالي حقق مع الفنان العالمي شارلي شابلن بتهمه تعاطفه مع الشيوعيه. تقول لي بس شارلي شابلن بريطاني، اقول لك كان عايش في امريكا وقتها، وبسبب الموضوع ده اضطر انه يسيب امريكا ويروح يعيش في سويسرا. حتى اينشتاين ورغم ان افكاره اشتراكيه الا ان مجرد ظهور ميول شيوعيه في افكاره وقربه من رموز الشيوعيه ده خلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي يفتح تحقيق في الموضوع. التحقيق ده وصلت عدد صفحاته ل 1427 صفحه. حد يقول لي هو يعني ايه اصلا معنى الشيوعيه وايه الفرق بينها وبين الاشتراكية؟ الشيوعية هي ان الدولة تمتلك كل حاجة وكل الافراد يتساووا في الاجور. بالبلدي كده لو عندك رصيد في البنك الدولة تاخده منك وتديلك منه مرتب. طيب والاشتراكية؟ الاشتراكية ان يبقى عندك نفس الرصيد في البنك والدولة تاخد نصه تديه لجارك. يا عم دي فلوسي، يقولك لا ادي نص فلوسك لجارك. هو كده. وعلشان تفهم اكتر، في الحالتين سواء الشيوعيه او الاشتراكيه نجيب ساويرس ونصيف ساويرس وكل ابناء عائله ساويرس ما كانوش هيبقوا رجال اعمال. المهم طبعا اول ما أرمجارد قالت ان حبيبها شيوعي كلهم اتخضوا، حتى النقيب ادوارد اللي ما بيحسش ولا بيتاثر باي حاجه اتخض لما سمع الكلمه، والاول مره ينطق فيها من ساعه ما دخل غرفه الاستجواب سالها اسم حبيبك ايه؟ يا عم ما انت قاعد ساكت من ساعه ما دخلت. لا ما دام الموضوع فيه شيوعيه يبقى لازم اتكلم. طبعا بمجرد ما سالها على اسم حبيبها عرفت ان الموضوع دخل في الجد. ليه؟ هقولك. الاول كانت هي اللي بتحكي، يعني هي المتحكم في تدفق المعلومات، لكن بما انها بدات تتسال فده معناه ان اللي بيسال هو اللي بيتحكم في مسار تدفق المعلومات، وبالتالي كان لازم تركز اكتر لان بدايه من اللحظه دي الغلطه بجون. المهم ردت بكل هدوء وقالت اسمه دكتور فرانز لاين. صحيح ان محدش فيهم اهتم بالاسم، لكن أرمجارد كانت عارفه كويس ان محدش فيهم يعرفه. طب ليه قالته؟ لانه كان مجرد تمهيد للاسم اللي جاي. كملت أرمجارد وقالت انها حبته جدا لدرجه انها امنت بكل مبادئه وبقى عندها استعداد تنفذ اي حاجه يطلبها منها، لحد ما في يوم اعترف لها بانه عميل للمخابرات السوفيتيه. بس ما كانتش دي المشكله. امال المشكله ايه يا أرمجارد؟ قالت المشكله انه طلب مني اصاحب واحد صاحبه. حضرتك تقول لي ايه القرف ده؟ اقول لك اسمع بس اللي جاي. صاحبه اسمه ايه يا أرمجارد؟ هو ده السؤال اللي كانت مستنياه. ردت وقالت ويرنر فرانكوفر. هم سمعوا الاسم من هنا واعصابهم ثابت من هنا، لدرجه ان الملازم فريسبي اللي كان واقف سحب كرسي وقعد عليه. فعلا الاسم خضهم جدا. ليه بقى؟ هقولك. لان ويرنر فرانكوفر ده كان عميل للمخابرات الامريكية، اتقبض عليه هو وخلية التجسس اللي كان بيديرها في المانيا الشرقية قبلها بسنتين، وبعد ما اتقبض عليه هو ورجالته تم اعدام عدد كبير منهم. فكده الموضوع مش دخل في الجد، ده قلب بغم، لان الحادثه دي كانت بالنسبه للمخابرات الامريكيه كلها زي نكسه 67 بالنسبه لمصر كده، جرح كبير محدش فيهم قدر ينساه، خصوصا وانهم ما كانوش لسه يعرفوا مين اللي وقعه، مين اللي ادلى بمعلومات عنه لمخابرات المانيا الشرقيه، وبالتالي الكلمتين اللي قالتهم أرمجارد بالنسبه لهم كانوا كنز، اخيرا هيعرفوا مين اللي وقع الراجل بتاعهم وينتقموا منه. وأرمجارد كانت عارفه كل اللي هم بيفكروا فيه في اللحظه دي، وفي اللحظه دي تحديدا عرفت واتاكدت انها كسبت الجوله الثانيه، وما عادش فاضل قدامها غير جوله واحده بس، وهي جولة
جولة رئيس الجهاز نفسه. قبل ما نكمل خليك فاكر ان أرمجارد البنت اللي ما كملتش 30 سنة في اللحظة دي ما كانتش قاعدة مع صحابها على كافيه، دي كانت بتجند 3 من ضباط واحد من اقوى اجهزة المخابرات في العالم. وبتجندهم فين؟ مش على ارضها ولا على ارض محايدة، ده على ارضهم وفي اوضة مقفولة، يعني لو غلطت غلطة واحدة بس مش هتخرج منها تاني. ومع ذلك عندها ثبات انفعالي رهيب ما شاء الله، هما البنات كده، ثبات انفعالي وردود منطقية، ربنا يحفظه. هو ده التارجت اللي الواحد يتمنى يحققه في كاريره. الناس دي في حتة تانية من الكوكب فعلا. بتفكرني برأفت الهجان، كان عظيم في مجاله برضه، هنعمل عنه حلقة بإذن الله. المهم فاكرين النقيب إدوارد اللي كان قاعد ساكت وما بيتكلمش، هو اللي قال لها لو سمحت كملي. فعلا الموضوع كان شغلهم جدا لدرجة ان اي معلومة ولو صغيرة عنه تعتبر انتصار. كملت أرمجارد وقالت رغم ان طلبه كان صعب الا اني قررت انفذه. فهنا النقيب إدوارد قال لها بعصبية شديدة جدا، ليه نفذتي طلبه؟ طبعا حضرتك دلوقتي بتسأل نفسك مش ده اللي كان قاعد ساكت ما بيتكلمش؟ اقول لك عندك حق، لكن الموضوع فعلا كان بالنسبة لهم صعب. المهم ردت أرمجارد وهي بتعيط ومنهارة وقالت ان وعدها يخلص لها ورق هجرة امها لألمانيا الغربية. وفي الوقت ده فعلا كان في ناس كتير جدا في ألمانيا الشرقية مش عاجبهم حكم السوفيت وبيفضلوا يعيشوا في ألمانيا الغربية اللي بيحكمها امريكا وبريطانيا وفرنسا. لكن اللي اهم من كده انه هددها لو رفضت هيبلغ عنها المخابرات بتهمة التعاون مع جهات معادية للدولة، ودي تهمة في الوقت ده كانت عقوبتها معروفة، هتبقى المرحومة باذن الله أرمجارد شميت. فما كانش قدامها غير انها توافق. بس ثانية واحدة، هي علاقتها بفرانكوفر حقيقية فعلا ولا دي قصة هي مألفاها علشان تخترق الجهاز؟ هنشوف دلوقتي. تنتهي مفاجآت أرمجارد شميت لحد هنا؟ طبعا لا، مفيش دقيقة ونزلت عليهم بالمفاجأة اللي بعدها. قالت ان رغم ان المفروض صاحبت فرانكوفر بامر من حبيبي دكتور فرانز لاين، الا اني حبيت فرانكوفر حب حقيقي. ليه حبيتيه؟ لاني لقيت فيه الاخلاص اللي ما لقيتوش في فرانز بعني اصلا. طيب وعملت ايه لما حبيتيه؟ بلغت عنه مخابرات المانيا الشرقية. انسى كل المفاجآت اللي فاتت، المعلومة دي بالنسبة لضباط المخابرات الامريكية كانت كأن حد ضربهم على دماغهم، مش مجرد مفاجأة. المخابرات الامريكية كانت بتدور لمدة سنتين كاملين على اللي بلغ عن فرانكوفر ووقع رجالته في ألمانيا الشرقية ومش قادرين يوصلوا له ولا حتى يعرفوه. والنهاردة تجيلهم واحدة تقول لهم مساء الخير أنا اللي وقعت رجالتكم. تقريبا لمدة دقيقة محدش فيهم نطق، كلهم بيبصوا لها ومش مصدقين، لحد ما رائد سكاربورو سألها سؤال غريب جدا، قال لها ضميرك مش بيأنبك؟ طبعا حضرتك لما تسمع السؤال ده تحس إنك في محكمة الأسرة مش في جهاز مخابرات. لكن أرمجارد ردت عليه وقالت له اللي جابني لحد هنا هو تأنيب الضمير اللي بتسألني عنه. فرد عليها وقال لها طيب أطلب لك فنجان قهوة. فعلا قال لها كده، خدمة 5 نجوم ما شاء الله. اتأثروا بكلامها فعلا وبداوا يصدقوها. لكن أرمجارد عملت نفسها ما سمعتش وبدات تعيط تاني، عيطت كتير اليوم ده. وفي عز ما هي منهاره قالت لهم ما كانتش دي العمليه الوحيده اللي نفذتها، نفذت عمليات غيرها كتير، وكل اللي بتمناه دلوقتي ان اكفر عن كل ذنوبي خصوصا ذنب فرانكوفر الحب الحقيقي الوحيد في حياتي. حد من حضراتكم هنا يقول طيب هي ليه تورط نفسها وتقول لهم انها نفذت عمليات تانية كتير؟ كده الاسئله هتكتر وفرصه وقوعها هتزيد. اقول لك كان لازم تقول كده علشان تطمعهم في معلومات اكتر. خلي بالك ان هدف العمليه هي انها تخترق الجهاز ككل، وبالتالي هي محتاجه ان التعامل بينهم يستمر لفتره اطول. وكل ما العمليات اللي نفذتها قبل اعترافها كانت كتير فده معناه ان كلامها معاهم هيطول وفرصه اختراق الجهاز تزيد. مش بس كده، دي بدات تديلهم تفاصيل عمليات هي نفذتها فعلا، وقالت لهم لو عايزين تتاكدوا من كلامي راجعوا ملفات العمليات دي. وطبعا بعد ما راجعوا الملفات اتضح ان كل كلمه قالتها حقيقيه. لكن ما تنساش ان ده كان جزء من الخطه ككل، علشان تقنعهم لازم تديلهم معلومات حقيقيه. وهنا الرائد سكاربورو سالها سؤال رخم، الدكتور فرانز حبيبك نفذ وعوده ليكي بعد ما نفذت اللي طلبه؟ تقول لي وايه الرخامه في كده؟ اقول لك في الاسئله اللي هتنتج عن اجابه السؤال نفسه. اسمع بس، أرمجارد قالت له اداني شويه فلوس واداني الورق اللي ساعدني اخرج بيه من المنطقه السوفيتية. وهنا كان السؤال البديهي، خرجتي امتى ورحتي فين؟ وهي اصلا لما خرجت راحت موسكو لمدة 3 شهور بتتدرب في مدارس المخابرات السوفيتية، فاكرهم؟ الثلاث شهور اللي قلت لك عليهم في الجزء الاول لما قالوا لها تعالي هندربك علشان تخترق المخابرات الامريكية، افتكرت؟ تمام. هتقول له الثلاث شهور دول بقى انا كنت فين؟ عرفت ليه السؤال كان رخم؟ طيب ردت عليه وقالت له ايه؟ قبل ما اقول لك ردت عليه وقالت له ايه، فاكر قصه الجاسوسه سيبيلد كلور اللي حكيت لك عنها في حلقه تسريبات الهجوم البديل؟ لما قلت لك ان سبب شك ضابط المخابرات فيها هو ان عندها اجابات منطقيه على كل الاسئله. هنا بقى مع أرمجارد شميت كانت صاحيه للنقطه دي كويس وعارفه ان الاجابات المنطقيه الكتير بتضر مش بتفيد. فقالت له والله مش فاكره بالظبط خرجت امتى، لان الحقيقه كنت تحت ضغط نفسي معيشني في حبيبي فرانز لاين، لكن تقريبا خرجت في اكتوبر، او استنى لا تقريبا خرجت في نوفمبر
مش فاكره بالظبط. الضباط قالوا لها طيب هتعيدي كل اللي قلتيه ده مره تانية علشان نكتبه. صحيح ارمجارد اعترضت وقالت انا تعبت وما اقدرش احكي تاني وشويه حاجات كده، لكن هي كانت عارفه ان ده هيحصل وكانت مستعده. وفعلا بعد ما خلصت قالوا لها تقدري تروحي دلوقتي وتيجي تاني بكره الصبح علشان نكمل كلامنا. تقول لي يعني ايه قالوا لها روحي؟ دي المفروض يتقبض عليها او على الاقل يتحفظوا عليها لحد ما يخلصوا التحقيق. اقول لك ما تنساش ان خروجها في حد ذاته ممكن يكون هدفه مراقبتها علشان يعرفوا هتقابل مين، هتروح فين، هتعمل ايه. وده اللي كانت ارمجارد عارفاه كويس. كانت عارفه ان بمجرد خروجها من مبنى المخابرات الامريكيه عدد خطواتها نفسه هيكون متراقب. طيب خلص اول يوم، وتاني يوم راحت لهم علشان تكمل التحقيق. لكن هنا سؤال مهم حضرتك لو مكان ضابط المخابرات ممكن تساله، هي جت لنا ليه؟ هتقول لي ما هي قالت في التحقيق انها هربانه من المانيا الشرقيه. اقول لك ايوه، بس هي عدت لالمانيا الغربيه خلاص وتقدر تكمل حياتها، او زي ما هربت لالمانيا الغربيه تقدر تعدي منها لفرنسا او اي بلد وتكمل حياتها عادي. فيظل السؤال، هي راحت المخابرات الامريكيه واعترفت على نفسها ليه؟ انا وانت عارفين انها عاوزه تخترق الجهاز، لكن ضابط المخابرات الامريكي ما يعرفش. وبالتالي مش بس سال نفس السؤال ده، لكن سالها بشكل مباشر، انت جايه لنا ليه؟ طبعا هي فاهمه كل اللي بيدور في دماغه واللي شرحناه من شويه، فردت عليه برده بشكل مباشر وقالت علشان تحموني وتساعدوني نهرب فرانكوفر من السجن. قال يعني لسه بتحبه وعايزه تكمل معاه حياتها وكده، ده لو اعتبرنا اصلا ان في حاجه بينها وبينه، او لو اعتبرنا اصلا انه لسه عايش. صحيح اللي اتقال وقتها انه مسجون، لكن مش يمكن مخابرات المانيا الشرقيه سربت المعلومه دي علشان تسهل مهمه ارمجارد؟ محدش يعرف. فظابط المخابرات بدا يلف ويدور عليها وقال لها مين قال ان احنا عاوزين نساعده اصلا؟ طبعا هي عارفه انهم عايزين يساعدوه وفاهمه هو ليه قال لها كده. هو عاوز يوصل لها ان مساعدتهم ليها مش هيكون مجرد الاعتراف اللي قالته، اضافه الى ان مساعدتهم لفرانكوفر حاجه تخص المخابرات الامريكيه باعتبار واحد من رجالتهم يعني. وبالتالي هم عاوزين منها اللي اكتر من كده، عاوزين يجندوها، وهي فاهمه ده من غير حتى ما يطلبه. لكن ردت عليه بسؤال، هو انت مستني مني مقابل؟ فقال لها المهم يكون عندك مقابل تقدميه. فاختصرت هي اللف والدوران ده وقالت له اقدر اشتغل لحسابكم. انت متخيل الجاسوسه دي عملت ايه في 12 ساعه بس؟ دخلت المخابرات الامريكيه الساعه 11 بالليل، تاني يوم الصبح كانت بتتفق معاهم على تجنيدها. دي مش قصه خياليه، ده حدث بالفعل، وتفاصيل الحكايه بتدرس دلوقتي في مدارس المخابرات في كل دول العالم. عظيمه ارمجارد. المهم رد عليها وقال لها شغلك لحسابنا مش كفايه علشان نحميكي، لكن الحمايه هتحددها قيمه المعلومات اللي هتقدميها لنا. كل ما تقدمي معلومات مهمه كل ما مستوى الحمايه يزيد. فردت عليه وقالت له باذن الله اكون عند حسن ظنك. طبعا ما قالتش باذن الله لكن انا بقدم المشيئة. فقال لها ايوه برضو، ايه نوع المعلومات اللي عندك؟ فقالت له اقدر اقول لك اسامي ضباط المخابرات السوفيتيه في برلين الشرقيه، واسماء جواسيسهم في برلين الغربيه، وموقع تمركز القوات السوفيتيه في المانيا الشرقيه. طبعا النوع ده من المعلومات مش بس كنز لاي ضابط مخابرات، دي معلومات تقدر تغير مجرى الحرب في اي بلد في العالم. وارمجارد كانت عارفه كده كويس، ومخابرات المانيا الشرقيه اللي بعتتها كانت عارفه كده كويس، زي ما كانوا عارفين ان درجه المعلومات دي هي اللي هتوصلها لراس الجهاز، مدير المخابرات الامريكيه في المانيا الغربيه. رغم تعاطف ضباط المخابرات الامريكيه في المانيا الغربيه مع ارمجارد شمت، الا انهم قبل تجنيدها ووفقا للقواعد لازم يتاكدوا من كلامها الاول. تعاطفهم لوحده مو كفايه. طيب هيتاكدوا ازاي؟ المخابرات الامريكيه زيها زي اي جهاز مخابرات، ليهم عملاء في كل دول العالم. فطلبوا من عملائهم في المانيا الشرقيه تحريات عن ارمجارد شمت، وسالوهم عن صحه التفاصيل والعمليات اللي حكيتها لهم، وكانت النتيجه ان كل المعلومات طلعت صح. مش بس كده، ارمجارد كمان ادتهم تفاصيل كامله عن جواسيس بيشتغلوا لحساب المانيا الشرقيه داخل اراضي المانيا الغربيه، اللي هو بالبلدي كده سلمتهم شبكات تجسس. تقول لي يبقى اكيد جواسيس درجه ثانيه وضحت بيهم علشان يصدقوها. اقول لك الاجابه غلط، كانوا جواسيس مهمين جدا. تقول لي طيب ازاي ضحت بيهم؟ اقول لك مش هي اللي ضحت بيهم، المخابرات السوفيتيه في المانيا الشرقيه هي اللي ضحت بيهم، لان هي اللي طلبت من ارمجارد تسلم اسمائهم للمخابرات الامريكيه. تقول لي طيب يا سيدي ازاي المانيا الشرقيه ضحت بيهم؟ اقول لك المخابرات السوفيتيه سلمتها اسماء جواسيس خاينين لالمانيا الشرقيه نفسها، ومنهم اللي مخلص لكن كشفته اجهزه مخابرات المانيا الغربيه، فبالنسبه للمخابرات السوفيتيه بقوا كارت محروق وبالتالي لازم يتخلصوا منهم. وهكذا يعني باختصار سلمتها اسماء جواسيس صحيح من رجالتها، لكن في نفس الوقت عاوزين يتخلصوا منهم، زي بالظبط ما شفنا كده في فيلم إلايد للفنان براد بيت، واللي كان بيحكي عمليه المخابرات البريطانيه لما بعتت ضابط يغتال سفير هتلر في المغرب. وبعد ما نجحوا فعلا في اغتياله بمساعده جاسوسه فرنسيه اسمها مريان بوسيجور، اتضح ان مريان بوسيجور دي اصلا ماتت من كذا سنه، ومش هي اللي نفذت عمليه الاغتيال، لكن انتحلت شخصيتها جاسوسه المانيه. طيب ليه انتحلت شخصيتها؟ علشان تسهل للمخابرات البريطانيه اغتيال السفير الالماني. تقول لي والجاسوسه الالمانيه تغتال سفير بلدها ليه؟ اقول لك
لك لان هتلر اكتشف ان السفير الالماني ده بيدبر مؤامره ضده. تقول لي طيب وما اعدموش هو ليه؟ اقول لك علشان الجاسوسه الالمانيه اللي هي منتحله اسم جاسوسه فرنسيه تكسب ثقه المخابرات البريطانيه وتقدر بعد كده تاسس شبكه تجسس لحساب المانيا في قلب انجلترا. انت متخيل اللفه عامله ازاي؟ شبكه عنكبوت. لكن اللافت هنا هو ذكاء ومهاره العنصر النسائي في كل القصص اللي بنحكيها. لا وتلاقي واحد يقول لك الست مالهاش غير المطبخ. نصيحه لكل بنت اللي يقول لك بعد كده انت مالكيش غير المطبخ ما ترديش غير بكلمه واحده بس يا بابا. المهم نرجع لارمجارد. حكيت لك قصه السفير الالماني ليه؟ علشان تعرف ان احيانا الاجهزه بتتخلص من رجالتها بشكل غير مباشر على ايد اجهزه ثانيه علشان يبان ان الاجهزه الثانيه هي اللي اتخلصت منهم، ويفضل الجهاز في عيون رجالته مخلص وما بيأذيش حد منهم. وده اللي حصل مع ارمجارد. مخابرات المانيا الشرقيه ادتها اسماء مجموعه جواسيس هي اصلا عايزه تتخلص منهم، لكن اللي امريكا شايفاه ان ارمجارد بتسلمهم جواسيس تابعين لالمانيا الشرقيه، وبالتالي هي بالنسبه لهم بتقدم معلومات مهمه وخطيره. طبعا اللي حكيناه ده ما حصلش في يوم وليله. ارمجارد كانت تقريبا بتروح مبنى المخابرات الامريكيه يوميا على مدار اسبوعين، كل يوم تروح تقعد مع ضابط من ضباط الجهاز علشان ياخد منها معلومات مختلفه عن اليوم اللي قبله. اللطيف ان ارمجارد كانت حريصه جدا انها تختار نوع البرفيوم اللي بيحبه الضابط اللي هيقابلها، لدرجه انها بدات تلاحظ ان الضباط بداوا يستنوا ميعاد وصولها للجهاز بعد ما كانوا مش طايقينها في اول يوم، فاكر؟ تقول لي وهي لحقت تعرف شخصيات الضباط علشان تحدد نوع البرفيوم؟ اقول لك انت نسيت ان ده اللي اتدربت عليه في مدرسه المخابرات السوفيتيه؟ نسيت ولا ايه؟ راجع الجزء الاول من القصه. وهنا حضرتك تسال سؤال مهم، هي بتصرف منين؟ يعني الشعب الالماني اللي هي واحده منه خارج من حرب عالميه ثانيه والظروف المعيشيه تعبانه، والمفروض انها هربانه من جهاز المخابرات اللي كان بيقبضها اللي هو المخابرات السوفيتيه، ولحد النهارده ما اشتغلتش، يعني مفيش مصدر للدخل، وبما ان ملهاش بيت في المانيا الغربيه يبقى اكيد عايشه في فندق، والفندق بفلوس، تبقى بتصرف منين؟ اقول لك انت صح، هي فعليا كانت ابتدت تخلص الفلوس اللي معاها، وده اللي خلاها في يوم تقول لضابط المخابرات الامريكيه انها ما عندهاش مصدر دخل وفلوسها خلصت، اللي هو حسوا على دمكم بقى انا مش هتجسس ببلاش. لكن ضابط المخابرات كبر دماغه واعتبر ان مجرد حمايتهم ليها كفايه قوي عليه. تقول لي ثانيه واحده، مش دي اللي عايزه تخترق المخابرات الامريكيه؟ ازاي هتقبض منهم؟ اقول لك ما هم ما يعرفوش انها عاوزه تخترق جهازهم، وبالتالي لازم هي تتقمص الشخصيه بكل ظروفها. تخيل معايا كده لو ما طلبتش فلوس، اكيد ضابط المخابرات الامريكيه هيسال نفسه هي بتصرف منين؟ ايه مصدر دخلها؟ مين بيبعت لها فلوس؟ وبالتالي لازم تتعامل بكل ظروف الشخصيه اللي بتتقمصها، وهكذا. المهم فضلت ارمجارد معاهم على الحال ده تديهم في معلومات وهم يتاكدوا منها يلاقوها صح، لحد ما في يوم قالوا لها جهازي. خير يا جماعه؟ قالوا لها رئيس الجهاز عاوز يقابلك بنفسه. طبعا انت لما تسمع الجمله دي تقول بس ارمجارد نجحت في الوصول لرئيس الجهاز. اقول لك اتقل، انت عارف يعني ايه رئيس جهاز المخابرات الامريكيه في دوله زي المانيا في توقيت زي نهايه الحرب العالميه الثانيه؟ ده راجل فرز اول، صفوه الصفوه، مجرد ذكر اسمه في المانيا كلها سواء كانت شرقيه او غربيه يهز قيادات على مكاتبهم، فحتى لو قدرت توصل له فوصولها ليه اصلا حتى ولو كان هو الليفل الاخير في اختراقها للجهاز فده ليفل الوحش، اما انه ياكلها او انها تروده. هل هتقدر تروده؟ تعال نعرف. الراجل ده كان اسمه الكولونيل بريتشارد، 46 سنه، سمعته زي الفل، مشهور بانه راجل عائلي يعني بيحب زوجته واسرته، وعنده 5 احفاد، يعني المفروض يكون شبع من الدنيا وملذاتها. لكن هل فعلا شبع؟ هقولك. اول مره قابلت فيها ارمجارد رئيس جهاز المخابرات استخدمت معاه نفس السيناريو اللي استخدمته مع رجالته، نفس المعلومات ونفس التفاصيل، لكن الاهم هي الصعبانيات. بدأت كلامها معايا بالبكا والدموع وإن قد إيه هي ندمانة على مساعدتها للمخابرات السوفيتية وإنها تتمنى تعمل أي حاجة علشان بس ضميرها يرتاح. الغريب إن الكولونيل بريتشارد اتعامل معاها بمشاعر أبوة شديدة جدا، ويمكن يكون ده لعدة أسباب، أولها إنها صغيرة أصغر من 30 سنة، يعني فعلا هو في سن أبوها، إضافة إلى إنه راجل أصلا بطبيعته أسري وبيحب جو العيلة، أو ممكن يكون لأنه عاش جو الحرب العالمية الثانية وشاف معاناة الناس، وإن فعلا كان في شباب بنات كتير بيتم اجبارهم على التجسس بدون رغبه حقيقيه منهم، خصوصا وان كل المعلومات اللي خدوها منها طلعت صح. الاسباب كتير لكن محدش يعرف يقينا هو ليه كان متعاطف معها. المهم طمنها وقال لها ما تخافيش، انسي اللي فات ومن النهارده تقدري تعيشي في المانيا الغربيه في حمايتنا. طبعا لما رئيس المخابرات الامريكيه بنفسه يوعدها بالحمايه اللي كان اصلا بيساومها عليها رجالته فده مكسب كبير، لكن هي مش عايزه كده، هي اصلا مش خايفه من المخابرات السوفيتيه لان هي اللي بعتها، هي عايزه تقرب منه هو شخصيا. طيب هتعمل ايه؟ فضلت كل يوم تروح تديلهم معلومات وتقابل رئيس الجهاز، وزي ما عملت مع رجالته عملت معاه، بدأت تهتم باحتياجاته، ايه الذوق اللي بيحبه في اللبس تلبسه؟ ايه البرفيوم اللي بيحبه تحطه له؟ وهكذا، لحد ما في يوم قللت الميك اب
وما نامتش كويس وطلعت على مكتبه. طبعا موضوع الميك اب ده اول ما بيقل بتشوف واحده مختلفه تماما، لكن هي كانت حلوه فعلا. فالموضوع قلب معاها بشويه اجهاد، قال لها مال وشك مجهد كده؟ قامت معيطه. ارمجارد كانت كل ما تتزنق تعيط، ومن حسن حظها ان كل اللي اتعامل معاها في المخابرات الامريكيه كانوا رجاله، ورغم انهم المفروض ما يتاثروش بالعواطف الا انهم اتاثروا وصدقوها. لكن مهم نرجع نقول هنا ان كل كلامها ومعلوماتها كانوا صح، ودي نقطه محوريه في العمليه كلها. ارمجارد راحت قالت لهم الحقيقه، ما كسبتش. المهم الكولونيل بريتشارد سالها بتعيطي ليه؟ قالت له الوضع المالي صعب جدا، وحاولت ادور على شغل لكن كل الوظائف المتاحه ما تنفعنيش، انا ما بعرفش اعمل غير حاجه واحده بس. طبعا هي كانت تقصد هنا شغل التجسس والاستخبارات، وفعلا كان عندها حق. عندها حق لانها فعلا شاطره في شغل الاستخبارات، وعندها حق لانها فعلا ما اشتغلتش حاجه غيرها في حياتها. فقال لها طيب اهدي بس، ايه رايك تشتغلي سكرتيره مكتبي؟ وهنا انا هسيب خيالك يسال كل الاسئله اللي انت عايز تسالها، لكن اختصارا لاجابات كل الاسئله دي خليني اقول لك ان احيانا ثقتك في نفسك المبالغ فيها ممكن تاذيك. التفسير الوحيد لغلطه المخابرات الامريكيه هنا، سواء الضباط الصغيرين او رئيس الجهاز، ملهاش غير تفسير واحد، خارجين منتصرين من الحرب العالمية ومش متخيلين ان بنت ما كملتش 30 سنة ممكن تضحك عليهم. لكن خلينا في المهم، رغم ان ده اللي كانت ارمجارد عايزاه، الا ان سهولته قلقتها، اللي هو ايه يا جماعة السهولة دي؟ فقبل ما تقول له موافقة فكرت انهم ممكن يكونوا كشفوها واللي بيعملوه ده مجرد فخ. تقول لي طيب هيعملوا لها فخ ليه؟ ما يقبضوا عليها وخلاص. اقول لك ويقبضوا عليها ليه اذا كان ممكن ياخدوها على قد عقلها ويسربوا لها المعلومات اللي عاوزين يوصلوها للمخابرات السوفيتية، يستغفلوها يعني. لكن في النهاية ايا كان اللي بيحصل مفيش قدامها بديل، لازم تقبل. لكن بدل ما تقول له موافقه وتفرح عيطت. بتعيطي ليه يا فندم؟ قالت له ما كنتش متخيله انك بالكرم ده. ابتسم وقال لها من النهارده ما تشيليش هم حاجه وتقدري تبداي شغل من بكره. بصت في عينيه وقالت له لازم تعرف ان عمري ما هنسى اللي عملته علشان. وفعلا بدات ارمجارد وظيفتها الجديده، اللي بالمناسبه اعترض عليها قيادات الصف الثاني في الجهاز، لكن الكولونيل بريتشارد اصر على موقفه. وخلال كام اسبوع بعد استلامها الشغل اثبتت انها افضل سكرتيره في الجهاز كله، دقه متناهيه في الشغل، قدره على تصنيف المعلومات وملفات كل ادارات الجهاز، لدرجه ان اي معلومه كان بيطلبها الكولونيل بريتشارد في اقل من دقيقتين تكون على مكتبه. قيادات الصف الثاني نفسهم اللي ما كانوش موافقين على توظيفها في الجهاز بداوا يعاملوها كانها واحده منهم. امورها الماديه اتحسنت طبعا، بدات تقبض مرتب كويس، فنقلت من الاوتيل اللي عايشه فيه واجرت شقه صغيره. تقول لي بس سيبك من الشقه دلوقتي وخلينا في كل المعلومات اللي قدرت تاخدها من شغلها كسكرتيره لرئيس جهاز المخابرات. اقول لك ورغم ان الشقه اللي انت مستهون بيها دي هتكون بعد كده هي المكان اللي هيتقابلوا فيه وتتطور علاقتهم، لكن مفيش مشكله، خلينا في المعلومات. اولا ما كانش ينفع انها تبدا في نقل المعلومات للمخابرات السوفيتيه مباشره لانها ممكن تكون لسه تحت المراقبه، وبالتالي اللي بيحدد هي هتبدا تبعت المعلومات امتى المخابرات السوفيتيه نفسها لما يتاكدوا ان وضعها الامني تمام والعين اترفعت من عليها. لذلك ورغم شغلها كسكرتيره الا انها قعدت فتره ما تبعتش اي معلومات. خلال الفتره دي كانت هي والكولونيل بريتشارد بيشوفوا بعض وبيتكلموا مع بعض وبياكلوا ويشربوا مع بعض كما لو كانوا متجوزين، لكن بدون ما يكون في بينهم اي علاقه عاطفيه. وهي كانت حريصه جدا ان البدايه تكون من عنده هو والا يشك فيها، فما كانش قدامها غير انها تلبس له احسن لبس، تحط له احسن برفيوم، تطلب له احسن اكل وتكلمه احسن كلام. وخد بالك هنا احنا بنتكلم عن راجل بعيد عن زوجته وحياته المهنيه قاسيه جدا، وارمجارد حلوه حنينه ودلوعه، يومه بيبدا معاها ومش بيسيبوا بعض غير وقت النوم، ده غير ان الشيطان شاطر، فكان طبيعي انه ينجذب لها. لحد ما في يوم وصلت هي الشغل الصبح، دخلت عليه المكتب لقته مجهد كانه ما نامش. مالك؟ قال لها ما نمتش. ليه؟ ما ردش. المهم بداوا شغل لحد ما جه ميعاد الغدا، دخلت تتغدى معاه وبداوا يتكلموا. خد بالك هي عارفه كويس ايه اللي تعبه، الراجل بيحبها وعاوز يقرب منها وهي عارفه كده، صحيح عايزه تديله فرصه لكن بشكل غير مباشر، لازم البدايه تكون منه هو والا يشك فيها. طيب تعمل ايه؟ بدات تاخد الكلام في سكه الذكريات والمعاناه اللي عاشتها هي واسرتها بعد الحرب وبدات تعيط. طبعا هو شافها بتعيط فقام يهديها وهي تعيط، بدا يطبطب عليها وهي تعيط، بدا يحضنها وهي تعيط، بدا يحضنها اكتر. قامت قالت له ايه ده؟ لا مش هنا. مش هنا؟ امال فين؟ طبعا هو ما قالهاش امال فين، لكن جملتها معناها انها موافقه لكن اعتراضها على المكان. في نفس اليوم بالليل كان عندها في شقتها. بعيدا بقى عن التفاصيل اللي سهل تتخيلها، قربوا من بعض لدرجه انه كان بيتكلم معاها عن اسرار الشغل كما لو كان بيسمع لنفسه المنهج. في الوقت ده جالها الضوء الاخضر من المانيا الشرقيه، ابداي ابعتي المعلومات. وكانت المفاجاه، المخابرات السوفيتيه مش بس اتفاجئت بكميه المعلومات اللي بعتتها ارمجارد، الاهم انها اتفاجئت بنوعيه المعلومات. وعلشان تدرك معايا خطوره المعلومات اللي نقلتها ارمجارد خليني اقول لك ان
من كتر شبكات التجسس الأمريكية اللي اتقبض عليها في ألمانيا الشرقية خلال وقت قصير جدا، المخابرات المركزية الأمريكية في واشنطن اتخضت وكلموا الكولونيل بريتشارد: ايه اللي بيحصل عندك؟ لكن هو نفسه ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، والغريب انه ما شكش للحظة واحدة في أرمجارد، بل بالعكس كل ما كانت مشاكل الشغل تزيد يروح لها شقتها علشان تخفف عنه همومه. واشنطن تسكت؟ ما سكتتش، بعتت معلومات مهمة لكن غلط للمخابرات الأمريكية في برلين الغربية، وانتظرت يومين، وكانت المفاجأة ان نفس المعلومات ظهرت بعدها في المخابرات السوفيتية، وهنا اتأكدوا ان المخابرات الأمريكية في ألمانيا الغربية فيها جاسوس بيشتغل لحساب السوفيت. فعملت ايه واشنطن؟ بعتت لهم ضابط برتبة رائد اسمه بيكر، خليك فاكر الاسم، الرائد بيكر، مهمته الوحيدة هي البحث عن الجاسوس. الرائد بيكر في رحلته للبحث عن الجاسوس عمل حركتين يتدرسوا بصراحة، لأنهم بيثبتوا أنه رغم صغر سنه ورتبته إلا أنه تفوق على رئيس المخابرات الأمريكية وقيادات المخابرات السوفيتية. وهنا نصيحة مهمة ليك، اوعى تسمح لحد يقنعك انه بيفهم احسن منك لمجرد انك اصغر منه في السن او الدرجة الوظيفية. عمل ايه بقى الرائد بيكر؟ بعد ما فحص ملفات كل اللي شغالين في المخابرات الامريكية في برلين الغربية كانت النتائج كلها سلبية، الناس كلها زي الفل، خصوصا أرمجارد شمت، مفيش واحد قال في حقها كلمة وحشة، ما تأخرتش عن شغلها مرة واحدة، ما اتخانقتش خناقة واحدة مع اي حد، ملفها ما فيهوش غلطة. ودي حاجة رغم انها المفروض تقوي موقفها الا انها شككته فيها. ليه؟ هقولك. مبدئيا مفيش انسان ما بيغلطش، مفيش انسان مع ضغط الشغل ما بيتعصبش، انت في النهاية انسان والانسان غير كامل، لكن أرمجارد ما كانتش بتغلط، وده ملوش غير تفسير واحد، انها بتراقب تصرفاتها علشان ما تغلطش. وهنا السؤال البديهي، هي بتراقب تصرفاتها ليه؟ دي واحدة قريبة من رئيس جهاز المخابرات نفسه، يعني حتى لو غلطت محدش هيحاسبها، فليه ما بتغلطش؟ يبقى في حاجة غلط. صحيح مش دليل انها جاسوسة، لكن الرائد بيكر خد الملاحظة دي وركنها على جنب. طيب الراجل مش عارف يوصل لحاجة، يعمل ايه؟ الفوضى الخلاقة. يعني ايه الفوضى الخلاقة؟ نقل اغلب اللي شغالين في الجهاز لاماكن تانية، حتى الكولونيل بريتشارد نفسه رجعه واشنطن. طيب وارمجارد؟ نقلها سلاح الجو الامريكي في المانيا الغربية. طيب هو عمل كده ليه؟ هقولك. بما ان ترتيب الصورة اللي قدامك مش مساعدك تلاقي اللي بتدور عليه جواها، يبقى الحل الوحيد انك تبدل ترتيب الصورة. هو كان عاوز يراقب نتيجة اللي هيعمله، يعني لما انقل ارمجارد لسلاح مختلف، هل تسريب المعلومات من جهاز المخابرات هيقف؟ هل هيستمر؟ هل سلاح الجو الامريكي اللي هتتنقل له ارمجارد هو اللي هيبدأ يعاني من تسريب المعلومات؟ هل في حد هيحاول يتواصل معها؟ وغيرها من الحاجات اللي ممكن تتغير وتكتشف بسببها الحاجة اللي بتدور عليها. كأنك بالظبط لو حد مستخبي منك في غابة ولع في الغابة، هتلاقيه لوحده خارج منها. وطبعا اللي حصل مع أرمجارد حصل مع غيرها من الموظفين في الجهاز، حصل مع الكولونيل بريتشارد نفسه زي ما قلت لك، نقلوه لواشنطن، وفعلا حصل اللي كان مستنيه الرائد بيكر. في يوم وصل لأرمجارد كارت معايدة زي الكروت اللي بتشتريها من محلات الهدايا وكده. الكارت عادي جدا، ما يلفتش انتباه اي حد، ومش مكتوب عليه اي حاجة بخط الايد حتى، لكن الجملة اللي مطبوعة عليه بتقول ايه؟ كنت اتمنى لو تبقي معايا هنا. بما ان أرمجارد كانت تحت المراقبة، فكانت اي حاجة بتوصلها لازم تعدي على الرائد بيكر الاول. فلما قرأ الجملة المطبوعة على الكارت بدا يفكر، مين اللي بيقول لها عاوزك تبقي معايا؟ هل الكولونيل بريتشارد؟ طبعا لا، لان هو كمان تحت المراقبه، فلو هو اللي بعت الكارت الرائد بيكر كان هيعرف، وبالتالي السؤال مين اللي باعت الكارت. فكان التفسير الوحيد ان المخابرات السوفيتيه بتطلب من أرمجارد انها ترجع. التفسير منطقي وشكوك الرائد بيكر بتزيد، لكن هيثبت ازاي؟ لازم دليل. طب هيعمل ايه؟ لاحظ انها كل يوم بعد ما بتخلص شغل بتروح تشرب حاجه في بار قريب من شقتها، لكن الاهم انها بتخرج من البار مع ضابط مختلف. الله، مش دي اللي كانت بتحب الكولونيل بريتشارد وكل يوم مقضيينها مع بعض؟ يبقى التفسير الوحيد انها كانت بتشتغله. ولما فقدت مصدر المعلومات في جهاز المخابرات بدات تدور على المعلومات مع اي ضابط تصطاده، لكن برضو الرائد بيكر ما عندوش دليل. فعمل الحركه الثانيه اللي هي ايه؟ هقولك. بعت لها جاسوس يصطادها. ازاي؟ اشرح لك. مش هو من مراقبته ليها عارف انها كل يوم بتسهر في بار وبتصطاد ظابط علشان تطلع منه باي معلومه؟ صح، تمام. ام هو بعت لها شاب الماني بيشتغل لحساب المخابرات الامريكيه في المانيا الغربيه، قابلها في البار وتعرف عليها، ورغم انها في البدايه ما كانتش مديال وش، لكن بمجرد ما عرفت انه شغال مترجم للوثائق السريه في المخابرات الامريكيه بقت هي اللي بتجري وراه. تقولي بس مش غريبه ان واحده في كفايه ارمجارد تغلط الغلطه دي؟ اقولك، لما وصلتها رساله المخابرات السوفيتيه اللي قالوا لها رجعي، كان كل اللي شغلها انها تجمع اكبر قدر من المعلومات قبل ما ترجع، ولان اغلب زمايلها تم توزيعهم من جهاز المخابرات الامريكية على اسلحة تانية، فما بقتش عارفة تاخد اي معلومة من الجهاز. فتخيل بقى واحد بيقول لها انا عينوني جديد مترجم للوثائق السرية في المخابرات الامريكية، بالنسبة لها كنز طبعا، خصوصا وان هو اللي حاول يتعرف عليه، وبالتالي سهل تستخدمه وتطلب منه اللي هي عايزاه. الراجل معجب، لكنها ما خدتش بالها ان سعيه هو للتعرف عليها المفروض كان يشككها فيه اصلا. المهم أرمجارد خدت الشاب ده اللي اسمه ألفريد
ريدمنز على شقتها. يوم ورا التاني، اسبوع ورا التاني، بدأت تفهمه انها بتحبه وما تقدرش تعيش من غيره. فهو كمان قال لها يا سلام، وانا كمان بحبك وعايز اتجوزك، بس للاسف يا ارمجارد انا مرتبي ضعيف وما اقدرش افتح بيت. قالت له وانا عندي الحل. ايه هو الحل؟ قالت له انها تعرف ناس في المخابرات السوفيتيه عرضوا عليها فلوس كتير قوي مقابل شويه معلومات من المخابرات الامريكيه. ايه هي المعلومات يا ارمجارد؟ قالت له قائمه باسماء الضباط اللي تم تعيينهم بدل الضباط اللي الرائد بيكر نقلهم لاسلحه تانية من جهاز المخابرات الامريكيه. هنا الفريد مينز عمل نفسه اتخض وقال لها ايه ده، انت عاوزه تحبسيني يا ارمجارد؟ قالت له مين قال اننا هنعيش هنا اصلا عشان نتحبس؟ انت بمجرد ما تجيب المعلومات هنسلمها لالمانيا الشرقيه وناخد الفلوس ونطلع نعيش في احلى كوخ على جبال سويسرا. اللطيف هنا بقى، ورغم ان الفريد مينز الفرصه جات له لحد عنده الا انه رفض في البدايه زي ما الرائد بيكر منبه عليه علشان ارمجارد تبلع الطعم للاخر. المهم فضلت ارمجارد كل يوم تحاول تقنع فيه وهو يرفض، لحد ما في يوم دخل عليها شقتها ومعاه ورقه مكتوب فيها اسماء الضباط اللي طلبتهم منه. ارمجارد طارت من الفرحة، وبمجرد ما نزل من عندها نزلت هي بعد نص الليل، اتأكدت ان مفيش حد مراقبها ووقفت التاكسي، وبعد مسافة معينة نزلت واتأكدت ان مفيش حد مراقبها وخدت تاكسي تاني وتالت ورابع لحد ما وصلت لمحطة القطر اللي هيعدي بيها لألمانيا الشرقية. تقول لي ايه ده والفريد مينز اللي كانت عايزة تكمل معاه حياتها في كوخة على جبال سويسرا؟ اقول لك طبعا مفيش الكلام ده. المهم هي ركبت القطر من هنا وظهر لها الرائد بيكر من هنا. مساء الخير، انت مقبوض عليك. وبكده انتهت قصة الجاسوسة التي هزت عرش المخابرات الامريكية. لكن في حاجة مهمة المفروض تكون لفتت انتباهك. ارمجارد بنت المانية بتشتغل لحساب المخابرات السوفيتية في المانيا الشرقية، والفريد مينز شاب الماني بيشتغل لحساب المخابرات الامريكية في المانيا الغربية. يعني هما الاتنين المان بيشتغلوا لحساب المستعمر على حساب تقسيم بلدهم، وحاولوا يستغلوا بعض على حساب بعض علشان يخدموا المستعمر. فانتهى بيهم الحال بالقبض على ارمجارد واستمرار الفريد كمستخدم من مستعمر بلده. فدي ملحوظه مهمه لازم نفكر فيها كتير الحقيقه. المهم ارمجارد اتحكمت في محكمه امريكيه واتحكم عليها بخمس سنين سجن، والكولونيل بريتشارد اتعزل من منصبه كرئيس لجهاز المخابرات الامريكيه في المانيا الغربيه. صحيح تم تبرئته من تهمه الخيانه، لكن تم اتهامه بالاهمال واتحرم من المعاش. ده غير الفضيحه بقى، تاريخه المهني اتحطم في لحظه، واكيد حياته الاسريه كمان اتحطمت. وبكده تنتهي حكايه واحده من اعظم الجواسيس في التاريخ. بنت ما كملتش 30 سنه لكن قدرت تخترق المخابرات الامريكيه في اقل من 12 ساعه. ومش بس كده، دي كمان قدرت تجند رئيس الجهاز نفسه. قبل ما اقول اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير. سلام عليكم.